الأول تعريف في الباب، وأول علاقة تربط بين مجموعتين، وهي أن المجموعة A محتوى في المجموعة B. طبعا مفهوم الاحتواء مفهوم واضح بالنسبة لكم. لو كانت عليكم السلام، لو كانت هذه A أو هذه B وهذه A، واضح أن الA محتوى في الB، واضح أن الA محتوى في الB. هنا لو كانت هذه B وهذه A، هل الA محتوى في الB ولا لا؟ ليست محتوى. هذا المفهوم من حيث العموم واضح بالنسبة لكم، لكن أنا عشان أتعامل مع مفهوم الاحتواء رياضيا واستخدمه في إثبات الخصائص، يجب أن أصيغه بشكل رياضي. أيضا يجب أن أصيغه بشكل رياضي حتى أقدر أستخدمه في الخصائص وإثبات الخصائص والتعامل معه رياضيا. لاحظ هنا في الحالة الاحتواء، طبعا نكتب هنا A جزئية من B، هنا A ليست جزئية من B. لاحظ A فيها عناصر والB فيها عناصر. في حالة الاحتواء كل عنصر في A وش علاقته بالB؟ موجود في B. كل عنصر في A موجود في B، ولذلك A محتوى في B. بينما هنا هذا العناصر من A موجودة في B، لكن هذا العناصر هنا ليست محتوى، ليست موجودة في B، ولذلك قلنا أن الـ A ليست محتوى في الB، لأن على الأقل في عنصر، لو ما كانت مجموعة، لو كان بس عنصر واحد، هل أقدر أقول أن الـ A محتوى في الB؟ لا، لأن على الأقل هناك عنصر ينتمي إلى الـ A ولا ينتمي إلى الB. إذن هذا هو الصياغة الرياضية التي سنصيغها لمعنى الاحتواء. هنا كل X ينتمي إلى A، هذه لكل، طبعا الرمز هذا لكل X ينتمي إلى A، كأني أقول كل عناصر من A، كل عنصر ينتمي إلى A، فإنه هذا العنصر X ينتمي إلى من؟ إلى B. لذلك نقول أن الA محتوى في الB. بينما هنا ليش الA ما هي محتوى في الB؟ في الA وليس في، إذن هنا يوجد على الأقل عنصر واحد، وهذا هذا الرمز يوجد على الأقل، طبعا هنا هذا لكل. إذا قلنا لكل معناته الخاصية تتحقق لجميع العناصر. إذا قلنا يوجد على الأقل، هنا يوجد على الأقل، يوجد على الأقل، السلام، يوجد على الأقل، على الأقل واحد يوجد. هنا ليش الإكس ليست محتوى في البي؟ لأنه يوجد على الأقل عنصر واحد إكس، وين موجود؟ في الأي، وهذا الإكس غير موجود، أو بحيث، هنا بدل ما أقول أقول بحيث، وأن هذا الإكس ليس موجودا في البي، لذلك الأي ليست محتوى في البي. إذن الصياغة الرياضية لتعريف الاحتواء هي هذا الشكل، أقول أن الA محتوى في البي إذا كان كل عناصر الA موجودة في البي، وإذا كان هناك عنصر في الA وليس في البي، إذن الA ليست محتوى في البي، والعكس إذا كان الA غير محتوى في البي معناته على الأقل هناك عنصر داخل الA وخارج البي. طبعا هذا الكلام مكتوب عندنا، أي أن كل X ينتمي إلى A فإن هذا الX ينتمي إلى B، وفي هذه الحالة نقول أن A مجموعة جزئية. يعني أنا ممكن أقول A محتوى في B، B تحتوي A، أو أقول A مجموعة جزئية من B ونكتب A جزئية من B، أو بهذا الشكل. إذا قلب ترتيبهم أقلب اتجاه علامة الاحتواء، زي أكبر منه أصغر منه. يمكن التعبير عن ذلك بأشكال بن كالتالي. لاحظ أن الA محتوى في من؟ في الB. الA محتوى في الB بهذا الشكل. طيب لاحظ معي هناك تعريف مكافئ لهذا التعريف. لاحظ معي الA محتوى في الB، هذا العنصر خارج الB، وحتما هو خارج لأن الA داخل
البي، فكل عنصر خارج البي حتما هذا الاي. طيب لو كانت الحالة عندي بهذا الشكل، هذا البي وهذا الاي، هل الكلام اللي أنا قلته ينطبق هنا ولا لا؟ لا، لأن هناك عنصر خارج البي، خارج البي ولكنه داخل الاي. متى حصل هذا؟ عندما كانت الاي ليست محتواة في البي. فإذا كانت الاي محتواة في البي فحتما كل شيء خارج البي هذا الاي، أو العكس لو كان كل شيء خارج البي يكون خارج الاي، معناته الاي وين؟ داخل البي، الاي داخل البي، وهذا هو التعريف المكافئ. الآن إذا كانت كل شيء أخذ خارج البي حتما سيكون خارج الاي، هذا يدلني على أن الاي وين موجودة؟ داخل البي، أو محتوى في البي، أو محتوى في البي، أو محتوى في البي، وهذا هو التعريف المكافئ، وهذا هو التعريف المكافئ. نقول عن المجموعة A أنها مجموعة جزئية من B، إذا كان كل عنصر لا ينتمي إلى B فإنه لا ينتمي إلى A. أي شيء لا ينتمي إلى B لا ينتمي إلى A، أي أنه لكل X لا ينتمي إلى B فإن X لا ينتمي إلى A. هذا تعريف مكافئ للتعريف اللي قبل شوي اللي قلنا كل X ينتمي إلى A فإن هذا الـ X ينتمي إلى B. أحياناً طبعاً غالباً سنستخدم هذا التعريف، لكن ممكن أن في بعض الإثباتات نحتاج التعريف المكافئ. ملاحظات حول التعريف: الملاحظة الأولى يقول لك من الواضح أن أي مجموعتين A و B تتساويان إذا كانت كل منهما محتوى في الأخرى. لو مثلاً عندي المجموعة B بهذا الشكل والمجموعة A بهذا الشكل، والعناصر حقتهم هي هذه، ما في إلا هذه العناصر بس، هذه A، واضح أن الـ A محتوى في الـ B صح؟ لكن برضه لو دققنا النظر عناصر الـ B اللي هي هذه وين موجودة أيضا؟ في الـ A. إذن برضه الـ B محتوى في الـ A، إذن الـ B برضه محتوى في الـ A. ايضا لو دققنا النظر واضح ان البي والاي متساوية، واضح ان الاي والبي والاي ايش متساوية، لان عناصرهم نفسها، عناصرهم نفس عناصر الاي هي نفسها عناصر البي، يعني ما في شيء هنا مثلا لو كان فيه هذا العنصر، هذا لو كان فيه هذا العنصر مثلا اللي لو كتبناه بالازرق، هل يصبح فيه تساوي؟ لا، لكن اذا ما فيه هذا العنصر واضح أن هناك تساوي. طبعا التساوي متى جاء؟ عندما كانت كل منهما محتوى في الأخرى. أو خلني أناقش الموضوع بشكل آخر، عندك مجموعتين عناصر الأولى كلها في الثانية وعناصر الثانية كلها في الأولى، إذن هما يحويان نفس العناصر، يحويان نفس، إذن هما متساويتين، إذن هما متساويتين. إذن من الواضح أن أي مجموعتين A و B تتساويان إذا كانت كل منهما محتوى في الأخرى، أي أن A تساوي B إذا كانت الـ A جزئية من الـ B والـ B جزئية من الـ A، والعكس لو كانت لو كان عندي تساوي فمعناته كل منهما محتوى في الأخرى. هذه الملاحظة بهذا الشكل هي التكتيك الذي ستستخدمه في خلني أقول 95% من مسائل الباب الأول، وأيضا 95% من المسائل النظرية في الباب الثاني ستستخدم هذا التكتيك. يعني ستجد أن 95% من الأسئلة التي تجيك من الباب الأول والثاني مطلوب فيها إثبات التساوي بين مجموعتين، مطلوب فيها إثبات التساوي بين مجموعتين، هنا مجموعة بسميها رقم واحد وهنا مجموعة رقم اثنين. كيف أثبت التساوي بين المجموعة رقم واحد والمجموعة رقم اثنين على حسب هذه الملاحظة؟ أثبت أن الأولى محتوى في الثانية وأيضا أند الثانية محتوى في الأولى في نفس الوقت. إذا كانت الأولى محتوى في الثانية والثانية محتوى في الأولى فهذا يؤدي إلى إيش؟
أن الأولى تساوي أكثر. لكي تكون المجموعة A غير محتوى في المجموعة B، يكفي وجود عنصر واحد ينتمي إلى A ولا ينتمي إلى B. زي ما قلت أنا قبل شوي، هذا الـ A وهذا الـ B. طبعاً لو كان هنا عنصر موجود في الـ A وليس موجوداً في الـ B، هذا يدل على أن إيش؟ الـ A ليست جزئية من الـ B. على الأقل هناك عنصر في الـ A خارج الـ B، إذن الـ A ليست جزئية من الـ B. الملاحظة الثانية، الـ A ليست محتوى في الـ B إذا كان هناك عنصر موجود في الـ A وليس موجوداً في الـ B. والعكس، لو قلت أن في عنصر في الـ A وليس موجوداً في الـ B، هذا يؤدي إلى أن الـ A ليست محتوى في الـ B. طيب، أمثلة على الاحتواء. طبعاً مجموعة الأعداد الطبيعية محتوى في مجموعة الأعداد الصحيحة، الأعداد الصحيحة محتوى في الأعداد النسبية، النسبية محتوى في الحقيقية، الحقيقية محتوى في المركبة، الحقيقية محتوى في المركبة. لأن الأعداد الطبيعية من هي؟ واحد اثنين ثلاثة إلى ما لا، الواحد واثنين وثلاثة إلى ما لا نهاية موجودة في الأعداد الصحيحة، بس هنا وش يزيد؟ الصفر سالب واحد سالب اثنين إلى ما لا نهاية. في الأعداد القياسية وش اللي يزيد؟ الكسور إن على إم. في الأعداد الحقيقية كل الأعداد الحقيقية. في الأعداد المركبة A زائد BI اللي هو يزيد الجزء التخيلي. كمثال آخر، المجموعة E اللي هي مجموعة الأعداد الزوجية الصحيحة الموجبة، مجموعة جزئية من زد، مجموعة جزئية من زد، لأن كل عدد صحيح موجب زوجي هو عدد صحيح في النهاية.